السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، موضوع هذه الحلقة عن أصول تفسير الأحلام، وعنوان الحلقة من رأى أو سمع أو قرأ سورة البلد في المنام وتعبيرها. أحباب الله، من رأى أو سمع أو قرأ سورة البلد في المنام وكان من المؤمنين فإنه سيكون محفوظا، وهو هو وأهل بيته وبلده سيكون بلدا آمنا بإذن رب العالمين، ويكون الذين يطعمون الطعام على حبه في سبيل الله، ويساعد المنكوبين والمغرومين، ويكون المصلين والذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يؤمنون بالله، وسيكون له البشرى في جنات النعيم، ويكون واصل الرحم لدى القربى ومن المنفقين والمصدقين والمزكين، وأن له حسن خاتمة. أما إن كان من غير صالحين فعليه التوبة، وأن ينفق في سبيل الله ولا يكون من البخلاء، ولا الأمرون بالمنكر والنهون عن المعروف، لأنه لن يشعر بأمان أبدا، والله سيذل في الدارين، ويبعث مهانا في نيران الجحيم، والله أعلى وأعلم. اللهم اجعل الذين استمعوا القول في التوبة والأحسنة. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.